بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم. أنا عمر عبد العزيز وهذه هي قناة الإعلام عمر عبد العزيز، وأنتم الآن تشاهدون برنامج مع عمر. بكل تأكيد المتابعين الجدد أرحب بكم وأرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ما رأيكم لو منحنا جائزة نوبل للسلام لعبد الفتاح السيسي؟ أو ما رأيكم لو منحناها لمحمد بن سلمان؟ ليس بعيدا لا تاريخيا ولا جغرافيا عن أرض مصر والحجاز بلد يحكمه شاب منذ سنة ونصف حصل قبل أيام فقط على جائزة نوبل للسلام. تعرفوا على قصته بعد الفاصل مع عمر. أهلا بكم من جديد. ربما يستغرب البعض الطرح اللي كان في بداية الحلقة عن جائزة نوبل وعلاقتها بمحمد بن سلمان أو عبد الفتاح السيسي. اصبروا بس علي شوية وحتعرفوا القصة. يوم 11 أكتوبر الماضي حصل أبي أحمد علي رئيس وزراء أثيوبيا الشاب اللي عمره 43 اللي استلم رئاسة الوزراء والحكم في أثيوبيا قبل عام ونصف وما كانش وصل 42 عام بعد، حصل على جائزة نوبل للسلام لعام 2019. في الحقيقة بعد حصوله على هذه الجائزة سال على الأوراق حبر كثير خاصة من الكتاب العرب يقارن بين أبي أحمد وبين الحكام العرب، وبالذات كان بين أبي أحمد وبين عبد الفتاح السيسي. أسامة جاويش المذيع في قناة الحوار لفت انتباهي مقال كتبه في موقع عربيك بوست سماه أبي أحمد رئيسا لمصر. أسامة ذهب في خياله بعيدا وتخيل أن أبي أحمد هو رئيس مصر وحصل على جائزة نوبل للسلام لأنه أطلق سراح المساجين والمعتقلين وأطلق الحريات العامة وحجم من نفوذ الجيش في الاقتصاد وما إلى ذلك. أنا سأترك لكم رابط المقال في صندوق الوصف لتطلعوا عليه بالكامل. قبل أن أقرأ هذا المقال وأنا أجهز للحلقة، أيضا أنا قفز إلى ذهني هذه المقارنة، لكن رأيت أن المقارنة الأوجه هي بين أبي أحمد وبين محمد بن سلمان. ليش؟ لسببين. أول شيء هما الاثنين شباب. ثاني شيء أن وتيرة الإصلاح عند أبي أحمد كانت سريعة جدا خلال عام ونصف، وفي نفس الوقت محمد بن سلمان كانت وتيرة التخريب عنده أيضا سريعة جدا. خلينا نشوف ما الذي فعله أبي أحمد ليستحق هذه الجائزة. في الحقيقة كان عنده جملة من الإنجازات على الصعيد الداخلي والخارجي. خلينا نشوف هذه الإنجازات ونقارن بسرعة مع عبد الفتاح السيسي ومحمد بن سلمان. أول شيء أبي أحمد بمجرد استلامه لمقاليد الحكم ألغى حالة الطوارئ، بل وأطلق سراح السجناء والمعتقلين، أطلق سراح الصحفيين، أفسح المجال لعمل الأحزاب، أطلق المجال واسع للحريات العامة. مصر والسعودية حتى لو ما فيهاش حالة طوارئ معلنة، لكن في حالة طوارئ حقيقية، من يقدر يتنفس، من يقدر يتكلم. مصر تخيلوا يعني قانون منع التظاهر، واحد يطلع يتظاهر يحكم عليه بخمس سنوات بست سنوات بسبع سنوات. في السعودية حتى اللي صمت اعتقل، حتى اللي قال كلمة خير اعتقل. أما إطلاق سراح الصحفيين شن تحكي أنت؟ الصحفيين يا سيد عمر ليس لهم عندنا سوى المنشار يا أبو منشار. القصة يعني الكل عارفها. أبي أحمد مش شكي بس، أبي أحمد أقر بحالات التعذيب بل وأدانها، بل واعتقل وعزل مجموعة من المسؤولين المتورطين في حملات الفساد وحملات التعذيب. أما عندنا فسعود القحطاني اللي يعذب ويتحرش بالنساء في السجون هذا يقرب ويصبح مستشار قريب. المفسدين هم الذين يقربون مش يعزلون ويعتقلون.
أبي أحمد دعا المعارضين في الخارج اللي هم 20 و30 سنة دعاهم للعودة وعادوا بالفعل وهم يعيشوا اليوم في أثيوبيا في أمن وأمان. أما عندنا المعارض جيبة بالقوة، لو ما قدرتش تجيبه بالقوة اقتله قطعه دس للسم. المعارضين عندنا يوضعوا على قوائم الترقب الوصول يسموا فيه، مجرد ما انه هو بس يوصل لأرض المطار بالله اعتقلوه. أبي أحمد أطلق في شهر مايو الماضي برنامج وطني تاريخي سماه البصمة الخضراء، في يوم واحد بل في 12 ساعة زرعوا 353 مليون شجرة، وساهم هو بنفسه ومعاه المسؤولين الكبار في زراعة هذه الأشجار. حركة البناء والتشييد في أثيوبيا على قدم وساق بالملايين وبالمليارات، بس مش بناء عاصمة جديدة للأغنياء زي ما فعل السيسي في عاصمته الجديدة، لا، طور العاصمة نفسها أديس أبابا وبدأ في برامج لبناء مساكن للفقراء. السيسي يبني طبعا حتى هو، بس يبني في القصور، يبني في السجون في عهده ما شاء الله، يعني عشرات السجون يعني التي بنيت. أبي أحمد أصر على إكمال مشروع سد النهضة، وهنا في مفارقة عجيبة، في الوقت اللي هو كان يصر فيه على إكمال سد النهضة اللي تتضرر منه مصر، عبد الفتاح السيسي تنازل له تماما، بل وكان في فيديو حنوريه كم والله بالمناسبة، فيديو يظهر مدى عباطة هذا الشخص لما يجيب أبي أحمد يقول له احلف ان انت ما تضرش في مصر، ويقول له قول والله، والاخر يرد عليه وناسي العبيط انه هو مش مسلم اصلا، حتى لو اعتبرنا ان هذه ضمانة حقيقية. كلمة والله 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 لن نقوم بأي ضرر، لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر، للمياه في مصر مصر. لا، في لقطة أخرى، أبي أحمد في شركة تبع الجيش كانت هي متولية مشروع سد النهضة، لما تعثرت في البناء خذا منها المشروع. مش في مصر كل شيء للجيش، الجيش خش حتى في خبز الكعك والبشكوط، يعني صراحة ماذا أقول، يعني قمة في العباطة والسخف. تهيالي أعطيتكم فرصة يعني كافية للضحك وربما البكاء. أما الإنجاز الخارجي اللي يحسب لأبي أحمد واللي نال على أساسه جائزة نوبل للسلام هو السلام مع أريتريا. أريتريا جارة لأثيوبيا، كان في خلاف حدودي استمر بين البلدين تخيلوا 20 سنة. خلال سنتين من الحرب بين 98 وسنة 2000 سقط 80,000 ضحية، كان في 1,000,000 مشرد ونازح من الجانبين. أبي أحمد خلال 4 أشهر استطاع أنه هو يعيد العلاقات الدبلوماسية بين وبين أريتريا ويفتتح السفارات، وكان هذا إنجاز كبير. أما جماعتنا فشوف عبد الفتاح السيسي تدخل سافر في ليبيا، دعم للمجرم حفتر اللي يقتل في الأبرياء ويهجم على العاصمة، حتى خوتة في غزة خوتة مش أعداء، هذوم أصلا يفترض أنهم خوتة، يحاصرهم ويمنع عنهم حتى الهواء. أما بن سلمان ما فيش داعي نحكوا عن اليمن وتدميره لليمن، وأكبر مجاعة موجودة الآن في اليمن بسبب تدخله السافر، تدخله الآن 4 سنوات ولا استطاع أنه يفعل شيء، بل الحوثي تمدد وخرج خارج اليمن ودخل حتى للسعودية. في الحقيقة أظن أنكم شفتوا المقارنة، وأظن أن احنا نشعر بالقهر من هذه المقارنة. لعلنا في النهاية يعني في نهاية هذه الحلقة، أنا لا أدري يعني أظن أنكم تتذكروا في حلقة الرئيس الإيرلندي وزيارتي لبيته وكلبة اللي أنا تلمستها لأول مرة في حياتي، ودعيت أن رؤسائنا يكونوا مثل سلوك كلب الرئيس الإيرلندي في تواضعه وفي وده ولطفه. طيب إيش اليوم ندعي برضو أن رؤسائنا يكونوا مثل أبي أحمد؟ والله أنا أدع الأمر إليكم، مش عارف أنا شن ندعي بالضبط، اكتبوا لي في التعليقات. يعني تجربة أبي أحمد نستطيع أن نستفيد منها، تجربة أثيوبيا نستطيع أن نستفيد منها،
التجارب حولنا كثيرة، وللأسف نحن لا نملك سوى المقارنات. أتمنى أن ألتقيكم في الحلقة القادمة، حتى ذلك الحين تقبلوا مني أعطر التحايا، وأترككم في أمان الله. عمر عبد العزيز.